بس انت مشجع لنادي الزمالك؟ انا بحب الزمالك صراحه. شايف نادي الزمالك، هل متابع مبارياته في الفترة الأخيرة ولا لا؟ والله لا، زمان شوي يعني، قبل كم سنه كنت اتابعه كثير يعني. الزمالك كان ممتع بالنسبه لي، فريق لما بشوفه بحس كورته حلوه يعني، كورته ممتعه يعني، بعيدا عن اي شيء كورته في الملعب حلوه. مين أكتر لاعب بالنسبة لك في الزمالك حببك اللي أنت تشجع نادي الزمالك؟ والله هو ما في لاعب معين صراحه، لكن المجموعه بشكل عام، الفريق بشكل عام، لما كنت اشوفه في ملعب وانا بتابع كوره بستمتع، بحس ان في كوره حلوه. مثلا عارف، في انديه ممتعه مثل ارسنال، برشلونه فتره فترات، في انديه لما نشوفها حتى وانت ما لك اي علاقه بالنادي بتستمتع في الملعب يعني. يعني انت شايف ان لعب الزمالك او اسلوبه يشبه برشلونة او ارسنال؟ لا ما اقدر اشبه، لكن ممتع، الفريق ممتع. ممكن اعتقد انه في ظروف شويه مر فيها خلت المباراه صعبه، لكن لو في ظروف اخرى اتوقع الزمالك ممكن يوصل اكثر من كده يعني، وجماهيريته كبيره بالمناسبه يعني، جماهيريته حتى خارج مصر عاليه جدا يعني. في السعودية بنسبة كام في المية الزمالك والاهلي؟ لا الاهلي طبعا اكثر، الاهلي الاهلي جمهوره في كل مكان، لكن الزمالك برضه كثير يعني كثير.